النهارده احنا بنحتفل بمرور 100 سنه على انشاء النادي. النادي انشئ 27 ابريل 1924، يعني النهارده اخر 26 بيتم 100 سنه في تاريخ نادي السيارات. النادي انشئ سنه 24 بمرسوم ملكي من الملك فؤاد، ولذلك تم تسميه النادي نادي السيارات الملكي بموافقه الملك فؤاد وقتها. وكان النادي بيهتم بالسباقات ومعارض السيارات وتقديم الارشادات المروريه للناس والعلامات المروريه وتعريف الاعضاء بمهارات القياده الامنه والطرق والخرائط والحاجات دي كلها. الهدف ان احنا بننقل رساله لمصر والعالم كله ان مصر عندها من المقومات اللي تخليها من اجمل واكبر الدول السياحيه اللي تقدر تنظم حدث زي ده في وسط البلد، تنظم على كفاءه عاليه، كلها كمان مجهودات تطوعيه كان من منشآت خدمية أو طبعا الجهات الحكومية زي الداخلية، وزارة السياحة، وزارة الإعلام، وزارة الشباب والرياضة، كلهم مدينا دعم جامد بحيث احنا ننقل صورة كاملة للعالم كله احنا قادرين بحاجاتنا البسيطة ان احنا نطلع أجمل ما عندنا اللي الناس كلها محتاجة تشوفه. السيارات المشاركة في الكرنفال النهاردة تتعدى 50 سيارة. في سيارات كلاسيكية بمعنى ان هي سيارات بقالها مدة كبيرة، مثلا سنة 60 سنة 70، وفي سيارات تاريخية لها قيمة تاريخية لأن صاحبها الأساسي شخصية معروفة، إما ملك إما أمير إما ممثل مشهور. هنا هتلاقي برضو يمكن سيارة بتاعت الملك، هتلاقي سيارة بتاعت المرحوم عبد الحليم حافظ. بنعمل معرض للسيارات القديمة لأنها هواية منتشرة جدا في مصر، وفي ناس هاويين كتير بيقتنوا السيارات القديمة. لعلمكم في حاجة، تكلفة اقتناء السيارة وتكلفة صيانتها تكلفة عالية جدا، بس طبعا هي أحد الهوايات الجميلة لأنها منتشرة في جميع أنحاء العالم. هي العربية دي أصلا من مقتنيات قصر الرئاسة، تاريخها يرجع لأن هي كانت عربية الرئيس الأمريكي كارتر، وأثناء مباحثات السلام في السبعينات أهداها للرئيس الراحل المصري أنور السادات. ركبها الفترة دي كلها والحقبة دي كلها، وفضلت من مقتنيات قصر الرئاسة. وأنا لما عرضوها للمزاد اشتريتها لأبويا الله يرحمه. دي عربية رولز رويس موديل 51 اسمها سيلفر دون. دي كانت عربية علي باشا ماهر رئيس وزراء مصر الأخير أيام الملك. هي العربية دي كانت موجودة، يمكن أغلب بتوع الكلاسيكس عارفينها، كان لونها أبيض. هي لونها ده الأصلي، السيلفر في جراي، ده اللون الأصلي بتاعها. كانت مدهونة أبيض وكانت موجودة سنين طويلة قوي في الدقي، وناس كتيرة كانت بتحاول تشتريها وما كانش صاحبها راضي يبيعها. ده كان تاني مالك بعد علي باشا ماهر. العربيات اللي انت شايفها ديت معظمها الأمريكاني اللي هو في الخمسينات، ده عصر اللي كانت أمريكا فيه بتطلع الفضاء، فكان كل الفكر في عند الأمريكان إزاي يعملوا عربيات فيها صواريخ وروكتس وأشكال انسيابية زي ما بيفكروا في مراكب الفضاء والحاجات دي. هي عربية كاديلاك موديل 61، ولكن كانت ليها تاريخ خاص جدا لأنها كانت ملك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وطبعا تبادلت بعض الايدي بعد ما زاد الرئاسه في، ممكن نقول في السبعينات، تبادلت الايدي بين الملاك الخاصين في مصر، وقعد في مشوار اعاده الترميم والاحياء حوالي 12 سنه. ليه؟ لان قطع غيرها نادره، وكان بيجيب حاجات من امريكا، وكان الشغل فيها مش اي صنايعي يقدر يشتغل فيها، فكان بالتالي بيبقى في عدد محدود جدا من الناس المختصين اللي يقدروا يشتغلوا في عربيه زي دي. والله هي كاديلاك دوفيل موديل 71 سنه 71، وهي بتاعت ابني، هو اللي قرر يشتريها عشان عنده نفس الهواية من خلال والده، عنده نفس الهواية، فهو حب كمان يعمل زيه، فهو اللي اشتريها. الحقيقة أنا أول لما شفت العربية حصل لي زي ما بيقولوا كود فوت، وقعت في غرامها. حسيت إنها لأ، العربية دي تستاهل، وإنها تبقى حاجة هتزود الجراج عندنا وهتبقى مميزة.